كوكو البنات، كي راكم؟ ان شاء الله قاعد تكونوا بخير، تكون صحتكم غايه وتكونوا لاباس عليكم. نقولكم صباح الخير، صباح النور، صباح الفل، صباح الياسمين. راها السبعة، انا نط اليوم بكري، نط على 6:30. غسلت وجهي، شربت قهوتي. اليوم ان شاء الله غادي ندير لكم فلوج شباب 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 بزاف. اليوم 1 جوان، يعني عيد الطفوله. اليوم ان شاء الله ديستيناسيون 7 سارنو للاحتفال بيوم الطفل. كما راكم تشوفوا، نوض الصباح بكري باه نوجد روحي، باسكو نورمالمون نقلعو على 7:30. 7:30 نكونو في ميزون جين عادين فاتحه، باش من تما نقلعو 6 سارنو. كما راكم تشوفوا، غادي نقول نوريكم، عفوا، اش غادي نلبس. كما راكم تشوفوا، هاني باغي نلبس هذا السروال تاعي، هذا من عند اشين، بيه بالصباط تاعه. وحشاكم وحشا قدركم. وغادي نلبس هذه لاشيميز تاعي تاع العيد، هذه تاع العيد اللي عيطت بها. وغادي ندير هذا الخمار بيج، وغادي ندير هذه لاسينتور تاع لوي فيتون مع الساك لوي فيتون. وماكياج ما غاديش ندير حيه كبيره، غادي ندير ماكياج خفيف. غادي ندير طبعا ليكرون تاعي تاع غارني. الاولى غادي نادغاطي فينيس، ابري ندير ايكرون تاعي. وغادي ندير هذا تاع لوريال نورمالمون، وغادي ندير اونتي سيرن هذا، وغادي ندير الكحول، وغادي ندير الالينير تاعي تاع هدى بيوتي، وغادي ندير الغسيل بريون ليف تاعي. وغادي ندير ما غاديش ندير غادي ندير غير هذه الكولير خفيفه، هذه باغي نديرها، ندير هذه لا كولير حاجه خفيفه. وطبعا غادي ندير بارفان تاعي تاع حياتي، وندير كريم تاع اليدين تاعي، هذه اللي وريتها لكم. وباغي ندير الساعه تاعي، وندير اللينات تاعي. ونقول لكم ان شاء الله يعجبكم الفلوق تاع نهار اليوم. وغادي نلبس وغادي نروحو نشوفو اليوم كي غادي نفوتو عيد الطفوله في 7 سارنو مع جمعيه عاضي فتيحه، دار الشباب عاضي فتيحه. طبعا ان شاء الله يعجبكم الفلوق تاع اليوم، ونقول لكل طفل نقول له باللي صح عيدك اليوم، نهار اليوم نهارك، اليوم العيد تاعك. وان شاء الله يا ربي نكون خفيفه وظريفه عليكم في هذا الفلوق، ونتلاقوا بعد ما نلبس. الى ذلك الحين نقولكم باي باي. كوكو حبوباتي، كيما كو تشوفوا راني خرجت من الدار، وراني رايحه عند شريكتي وحبيبتي باه نروحوا لميزون جيم عاضم فاتحه، باش من تما نركبوا ونروحوا السد صانو. كيما كو تشوفوا راني في الطريق وراني رايحه عند حبيبتي.
غير حوس عليه وخر وخر عليه كما كتشوفوا حباباتي حبوباتي، راني نتمشى نديتكم هنايا على السد، وهذا السد جاي في ولاية سيدي بلعباس، طبعا جاي ببلدية سيدي حمادوش، وهو نورمالمون من أضخم السدود في الجهة الغربية. كما كتشوفوا فيه المساحة الخضراء، ويسخر نورمالمون عنده ثروة مائية، والمساحه اللي فيه هي اللي مزيناته وعطيته رونق وجمال. وكما كتشوفوا ها هما الاطفال راهم عند السد هم يكتشفوا. شوفوا شعال شابه هاد البلاصه، والله هاد البلاصه لا شابه وخاصها شكون يهتم بيها. شوفوا شعال شابه بزاف 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 شابه، نقولوا بلادنا شابه وخاصها غير اللي يتهلا فيها. شوفوا الاطفال راهم فرحانين بهذا اليوم تاعهم، راهم يلعبوا يضحكوا ويتعرفوا على بعضياتهم. سيتادير هذا اليوم اللي ندار في عيد الطفوله كاع بلديه تاع سيدي بلعباس راهم هنايا في ست صارنو محتفلين مع الاطفال بيوم بعيد الطفل. شوفوا شعال شباب السد، وهنا فيه الحوت، هذا السد هنا فيه الحوت نورمالمون. ومرحبا بكم. كما راكم تشوفوا احباباتي كملنا خدمتنا ورانا مولين لديارنا. كما راكم تشوفوا فوتناها غايه غايه مع الاطفال، ضحكنا لعبنا مع الجمعيه، كانت جمعيه اسمها منخرطي دار الشباب عبد الفتيحه، كانت مختصه بالقمازه، يعني الاطفال يلعبوا لي جو. كنا دايرين 5 تاع لي جو، والاطفال اللي يربح في جو يستلم الهديه تاعه. فوتنا نهار شباب شباب بزاف. وكما وتشوفوا شوفوا المساحه الخضراء اللي في هذا البلاصه ست صارنو، زعما مساحه شابه شابه بزاف، خاصها غير اللي يهتم بها.
وبلادنا شابة، ومرحبا بكم في هذا السد. زعما شباب شباب بزاف، ما تفوتوش هذه الفرصة وروحوا وزوروا وشوفوا واكتشفوا بلادنا شحال شابة. ومن هذا المنبر ان شاء الله يكون عجبكم الفلوغ، وكنت خفيفة ظريفة عليكم، ونقول لكم انا نموت عليكم، نموت عليكم بزاف. ولا غالبك وعارفين بلي الخدمة، وما ندير لكم لي فلوغ، نعيا من الخدمة بزاف. وان شاء الله النهار تاع اليوم الفلوغ يكون عجبكم، نال اعجابكم، وانا كنت خفيفه ظريفه طبعا معكم، ونتلاقوا في فلوغ اخر. والى ذلك الحين نقولكم تبقوا على خير وتهلاو في رواحكم.